السلام عليكم الأخوت، ومرحبا بكم، وصباح الخير. و ديرني المينيت ان شاء الله ديال اليوم، الحد اللي غيكون في الكاليفيكاسيون ديال رقم 6، كاليفيكاسيون ما قبل الأخيرة على ما أظن. غتكون بري دي بلجيك، غيكون في الديبار ديالها مع 3 و4. الكاتريام كورس الجروب دو يكونوا فيها 17 عود، لان السيس ما جاليش. نو بارتون رقم 6 اللي كان مرشح باش يربح لا كورس لانه باقي ما تكاليفاش، كان المهم عنده مشاكل ديالو هاد العود، دار نو بارتون. بالنسبه لي جران فافوري الاخوان كاين 13 هوكي غبيغي، وغيكون المنافس ديالو هو 11 العود اللي حيد ديك لارونتري وديفيري ورجع له نيفار. عود اللي شارك في البري داميريك على ما اظن في 2021، وكان دار لابلاس ديالو تروازيام في لابلاس 2021، شهر واحد 2022 دار ديسكاليفي في 2700، وكان رونتري هاد العود واحد 3 ديال الكورسات جد جا جرى 3 الكورسات في الكاليفيكاسيون تقريبا الاخرى اللي كان دار فيها ديسكاليفي، و مشى عليه جوكي اخر. دابا نيفار غادي يرجع له نيفار فابريس تولوي. بالنسبه لجابرييل جلورميني عند ديكلوراسيون اللي كيقلب على تروازيام بلاص باش يتكاليفا. الهونيك الخمسطاش عود مزيان الاخوان، فيليب الير عود اللي تقريبا احسن عود في الخيول ديال 6 سنوات. تبقى الاخوان عود كذلك، ولكن ضروري بالبياج، ضروري لجينا نلقاو ناخدو خيول صحيحة، راه غادي نختارو لي فافوري. هورسي دريم ايدي كرافا هو اللي تكاليفا اخر كورسة ديالو، تكاليفاها في الكورسة الاخرى، كان دي فيري ودابا فيري، و عود عنده 6 سنين دخل مع لي فافوري، غانيو عنده واحد ديسكاليفيكاسيون اللي كان دارها، كان دي فيري وكان تيمشي هو اصلا تيمشي فيري، ولكن ملي كيمشي في فيري كيمشي في الجروب 3، هذا هو الاشكال عنده. الجروب هنايا 5 في 2700، يعني كيتراجع العود، كيتراجع في ملي تيكون في فيري في 2750 تنظن ان غيتراجع، والله اعلم الاخوان. المهم الاخوان ما غاديش نركز انا على لي فافوري، ما عنديش هاد ايطاليانو فيغو غيكون في فيري كذلك 5 سنين، اللي عنده الاخوان يزيدوا صراحه، راه من الخيول الزوينه، راه ما غاديش نهضر على لي فافوري، لي فافوري غادي نخليه فقط نهضر على لي توكاغ. لي توكاغ الاخوان قلنا الرقم 9 الكسندر ابريفار، داليا دي بوميرو رقم 18، وكذلك الرقم 5 هيرون دي لي سي بي فيميلا. الفيميلات اللي كاينين غادي نشوفوهم شحال كاينه من فيميلا، 7 و18 و5، 3 ديال لي فيميل نورمالمون اختاريناهم كاملين يا نورمالمون، حيت علاش كورس ريفيرونس فيها الخمسة، كورس ريفيرونس فيها الخمسة، دار واحد الكورس الاخرى في عيانة كان مروندي وجا عاوتاني غيجري معاهم، دونك كورس ريفيرونس فيها الخمسة، هو هذا الخمسة ديزيام، مشى جا هو العاشر كيما كتشوفو، الخمسة جا هو العاشر، هادي كاليفيكاسيون 18 كان جا 5 الكات، جا دوزيام 13 كان ربح 7 كاتريام الآن، شوفو حتى الكوت الإخوان، حتى الكوت ربما الكاتورز السبعة كان مشى بثمنطاش، والعشر أو الخمسة مشى ب24، زارين فاس كان مشى ب10 ب35 باش كان مشى رقم 3.
ثلاثة تكاليف الإخوان. دونك هاد العود اللي مشى ب 24 لويس بودوان هو اللي غادي نزيدو الإخوان، ديرهم عليه فافوري يعني. هاد لالينات هادو عندي ثلاثة ديال لي توكار، 5 كناف دي زويت، دي زويت راه حاطينهم عليه فافوري، اللي متيقش فيه يحيدو. الأونز الإخوان راه قاعدة الإخوان، أونز قاعدة. البياج غادي يكون عند 13 والكنز والست، واحد فيهم يقدر يخسر تم. 13 والكنز والست الدورة معطي مع لي فافوري، غادي نخليها الإخوان باش ما نحرم شي واحد. المهم لي فافوري هما هادوك لي توكار، هما 5 كناف دي زويت، 5 كناف أخص 5 كناف، هادو هما لي توكار. ما كاينش توكار الفافوري. تحياتي لكم الإخوان، خليت لكم الراحة ومع السلامة.